dugsiga boarding ee maalinlaha ah ee Amaano Amaano Boarding and Day School. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ardayaad wadi salaamaya, barakallahu fiikum. Waxaan insha allahu tacaala maanta insha allah aynu sharxi doonaa ama aan idin sheegi doonaa insha allah qaabka uu imtixaanku ku imanayo, maadaama aynu gelayno imtixaankii ugu dambeeyey ee waxa weeyaan qiimeynta ardayda aynu geli doonaa insha allahu tacaala. Marka imtixaankan waa imtixaankeena ugu dambeeyey, lixda imtixaan aynu geli jiray sanadkii. Marka kani waa imtixaanka u muhiimsan weeyaan ee ardayda insha allahu tacaala lagu qiimeyn doono. Marka barakallahu fiikum, arday kasta waxaa la doonayaa inuu dadaalo oo wax soo akhriyo oo waxa weeyaan uu waqtigiisa ka faa'iideysto insha allahu tacaala si uu ugu baaso darajo aad iyo aad u sareysa oo u fiican. Marka kani waxa weeyaan jadwalkii ama waxa weeyaan timetable-kii weeyaan ardayda ee imtixaanka aad ku geleyseen weeyaan. Marka islaamigu iyo carabidu, islaamigu waxa weeyaan 16-ka bisha June ayaa la qaadi doonaa insha allahu tacaala, Tuesday maalin 3 ah. Waxa weeyaan carabida 20-ka bisha June maalin Sunday ah insha allahu tacaala la qaadi doonaa. Marka wayna saajidka wala socotana insha allahu tacaala. Marka waxaanu gudageli doonaa imtixaankii iyo waxa weeyaan qaabka uu ku imanayana insha allahu tacaala gudageli doonaa. Marka waxa weeyaan halkan waxa weeyaan waa luqa maadadii al-luqa al-carabiya al-fasl الثامن فصل كسديداد لغة عربية ذا مادة عربية ذا بالقابك كوي من إن شاء الله تعالى شيء دونا فصل الدراسة الأولى. راحوا من أين يأتي الامتحان؟ سؤال شاس السويدين أنا امتحان كو حجيبو كي من أين يأتي الامتحان؟ امتحان كو حجيبو كي من امتحان قاعدة ذا لقى قاعدة يا ما راح إنه امتحان كقصة قاعدة دورنا إن شاء الله تعالى امتحان كي من أيه يريد شيء دونا إن شاء الله تعالى وعي. مركب حوي هالك حوي النقاد الامتحان. امتحانك النقطة دي سي ما هو حوي ماله هو كيمانية نقاد الامتحان امتحانك النقطة دي هي ماله هو كيمانية. مركان إن شاء الله تعالى وحويان ماله امتحانك هو كيمانية وحويان وحن نغنض أنت إن شاء الله تعالى أن وحويان فصل الدراسة الأولى فصل ككوبات أما حويان بوق الله بوق فصل الدراسة الأولى يفصل الدراسة الثانية مركار دمان فصل الدراسة الأولى امتحان كوبو كتشرة لما أنت ونكو قاعدنا عشرات عشر كوبات ثروة الحيوانية وككوبان الإبل البقر يا الغنم عشرات سوية سيد البر والبحر يا عشر كالمال كشاكينية جزاء سنمار 12 امتحان كوكو جيري دونا ان شاء الله تعالى. القواعد الاملائيه قواعد املائيه هيد كيف تكتب الهمزه مع على الواو على الياء على الصدر كوين ان شاء الله تعالى امتحان كوكو جيري دونا. وكل امتحان كوكو جيري اعراب الفعل المضارع المعتل الاخر ايا كوكو فعل مضارع هو معتل الاخر كا اثنين امتحان ان شاء الله تعالى كوكو جيري دونا. وكذلك الاسماء الخمسه والاسماء الاشاره والاسماء الموصوله. اسماء الاشاره هو اسماء خمسه امتحان كوكو جيري أسماء الإشارة يقولون إتحانك ويكتر دونان هل كاس ويكون قصون تيحوي أسماء الموصولة صدق عشرة جدا بيجيبوا قوية أسماء الخمسة أسماء الإشارة يا أسماء موصولة إتحانك إن شاء الله تعالى ويكترن. بركان بارك الله فيكم هوي ينبوك وتأخر دونت إن شاء الله لما عشرة عندنا على مدي أذ بتصوت العين دونتان ساسا إن شاء الله تعالى نوب لنا بارك الله فيكم دادل بنسوق نهاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.